سياسي مختار عبد الله ساهد يا شير جرايد او كو قبتي مغالده برعو اي خرنته غوبلكا توكدير وحا او كو دليلاي حكومه سوماليلاند ان اي كو غول دريستاي حلنتا خلافكا سو كلا دخغلاي بيلها ولالها اه اي ودا دغه سوماليلاند وركني وحا مغالده برعو انوغه سو ديرتي وريها ايغا برواقو ادن محمد دكتور مختار عبد الله ساهد او كميد اها اساسياشي حزبغا محافظتكا يا كلميه غولها دخه فلينتا حزبغاسي كلاميد اها سياسيينتا سومالي لان يا مانتا شر جرايد او كو قبتي مغالدا برعي خارونتا غوبلكا توغدر وها او دليل كلول دوشا كغا توراي حكومه سومالي لان او كو دليلاي اني كو فاشلانتا يا مبا كو غول دريساتاي سياساتي دلكني سومالي لان مسوق ما سوق ما ملحمايو يري دول هوغانيسا حكومه او غرودينكا كيي مدن أحمد محمد سيلايو وسيدو هذا الكوديجا سياسي جو حاو مركل عرب كوكرفت إسلام مركان أو باق قدري مدح وينها الصومالي لأن إنه حلك إسكع سلام ما داب أبو يلو كقول درستي إنه تحك لي أما سدح ده هذا وحلي خلافات كسوق كلا دح قلا بلها ولا لها يود الدقة دل كان الصومالي لأن أسوق كهذا سياسي جو عريما سوى حاو يدي سد تنا صدق كلفسن اللي دام كل منطقة دل كوكو جامل أيوه نیم کل دو گروه خلاصه ول فیروز کی وریم کی سیل قیمت ها بدن اغلبی دال و دورتی محوین سیلایو الله این وریم مقابل آبی میده توی یه دم کوچک شیر که گلی بخور میاد بنا اسکریه الله عزوج چرا ایا دل لح بلود ایا نمود سیل نیم کشکی لح بلودش یک دم بی تيسي أنت كل أبوي سووا بوشقينا يا حدا كل عمو بوشقينا يا وح الله يعطي يا وح ما ده حديدون ملهم بيد سياسي الدعاء يا هاي إما كده هذا ده دين ترو ولا يبغى على قصة لو قرنا وعم شيء وعم كهلا إن كرسوني ده شعب كه إن حكومة ده أي مقصو شعب كه وحي شعب كه ربان أربيتان كشعب كه يكون دورته أغلبية بالغ دورته أغلبية سيجستي بيرسين ayuu ku weyn kareeyo oo ku helay codka inta aqlabiyadda ku helay ee miisaan ee kalsoonida shacabka inta la ku helay kursiga in uu dadka maqlo oo shacabiga uu waxay rabaa oo ku dhaqmo ay yahay laakiin waxa uu dareen leeyahay calay isaga dhigo siyaasad xurta ah ay ku shaqeynayso xukuumad oo weliba aad mooday in aanay kabinetku aan wada shaqeynaynin ay iga laftoodu kala socdaanba wax meelo oo aan dalka dal ugu jirin tabacadani ugu jirin qaranimadana dhaawac ku ah oo maalin walba soo baxaya marka xalinta khilaafaadka wax kastoo khilaafaad oo yimaada habkan ku xalilaya laftiidu dee waa korrupshan axmed siilaayo subaxan baan waa qaala siyaasadiisa iyo maamulkiisuna mid caynka noqonaya ma daba kamaal filaynin imikana waxa u qurux badan inuu halka meeskaga dib u isasiyo isaga saasaa u sharaf badanba وبرواق آدم محمد تلفزيون كعالمي قاسمالي تشانل مقالة برعو